أبدأ معك سيد سهيدة. إذا نحن أمام هدنة تعلن عنها روسيا بمناسبة عيد الميلاد، كيف يتم التعاطي معها رسميا الآن من قبل أوكرانيا؟ بصراحة لم أحصل بعد على إعلان رسمي من طرف أوكرانيا حول الرد بهذا الموضوع، ولكن أنا متأكد من أنه سيكون أنها حيلة عسكرية روسية، لأن كل حسن النوايا الروسية التي تقوم بها روسيا هي فقط تحت الضغط للجيش الأوكراني. وهذا الإعلان هذا بصراحة هناك كثير من الأمثلة لماذا لا نصدق لروسيا حول في هذا الموضوع، ونذكر فقط واحد منها. مثلا في ماريوبول عندما أمر رئيس بوتين لشويغو لوزير الخارجية الروسي بامتناع عن اقتحام مصنع أزوستال، ولكن حتى للساعة لم يتوقف الهجوم على أزوستال. وأريد أن أضيف هنا أن أوكرانيا رسميا تصنف النظام الروسي إرهابيا، وأي محادثات. طيب لكن سيد إيفان اسمح لي، يعني هذه الدعوة بناء على دعوة بطريرك موسكو، وبالتالي هناك بعد ديني في الموضوع، يعني بمناسبة أعياد الميلاد. بطريرك موسكو هو منظمة روسية تعمل تحت غطاء كامل، لا يوجد حرية الدين أو حرية الصحافة في روسيا، وهذا هذه الجهة تقوم بسياسات الروسية، وحتى دعت إلى الإبادة الجماعية داخل أوكرانيا، وتساعد للجنود الروس من خلال هجومها في الأراضي المحتلة على الشعب الأوكراني. وهذا نعم، نحن نحترم الأديان بكاملها، ولكن لا نقبل أي تدخل وأي قيام أو دعم للإبادة الجماعية ضد الأوكرانيين. وبهذا السبب نحن نريد السلام المستدام، ولا هدنة مؤقتة لمدة 24 ساعة أو لمدة شهر أو 4 سنوات. نعم. كما كان حالما مينسك 1 واتفاقات مينسك 2، ونحن نريد السلام المستدام على أساس انسحاب روسيا من كامل الأراضي الأوكرانية.